السلام عليكم ومرحبا بكم في ليميسيون تاعكم ليميسيون ضيفنا. كما كل صامدي عندنا ضيف، واليوم عندنا ضيف عزيز عليا بزاف، اخي وزميلي البروفيسور محمد بن جبور. محمد مرحبا بك خويا معنا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافه في هذه الامسيه الطيبه المباركه. شكرا سي محمد على حضورك وتلبيه الدعوه. سي محمد بن جبور هو بروفيسور في التاريخ، وبالضبط في تاريخ الجزائر. اليوم جينا سي محمد نهضروا على واحد يعني التاريخ يعني معين اللي انا وانت اختاريناه. لماذا؟ لان عنده رمزيه، هو تاريخ 27 فبراير. تاريخ 27 فبراير استاذ وش هو؟ نعم، شكرا استاذ عبد الاله. اذا 27 فبراير هو موعد مع الذاكره واستحضار لتاريخ وامجاد بطولات امتنا المجيده، هذه البطولات والامجاد التي نفاخر بها الامم. ذلك ان 27 فبراير عام 1792 هو تاريخ تحرير وهران النهائي من قبضة الإسبان. وحتى نتحدث عن التحرير النهائي لابد لنا أن نغوص في أعماق هذا الحدث التاريخي. من خلال ماذا؟ من خلال استجلاء الحقائق التاريخية التي ارتبطت بهذا الحدث التاريخي. وهذا الحدث التاريخي كما لا يخفى على كل ساكنة وهران وعلى كل الأمة الجزائرية أنه كانت له رمزية كما تفضلت، والرمزية تكمن في أنه كان آخر ثغر من ثغور الإسلام، يعني تحرير آخر ثغر من ثغور الإسلام من جهة، ومن جهة أخرى أن رمزيته تعدت حدود الوطن، أي أن الأمة العربية والإسلامية ابتهجت لهذا الحدث التاريخي. تحرير وهران كان يعني قد مر بمرحلتين حاسمتين. المرحلة الأولى عندما حرر المدينة الباي محمد بوشلاغم في عام 1708، استطاع الباي محمد بوشلاغم الذي جاء من معسكر وأقام حصارا عسكريا أطلقت عليه الكتب التاريخية والمصادر التاريخية بالرباط أو رباط الطلبة كما كان يصطلح عليه كذلك. هذا الرباط، بفضل هذا الرباط المبارك، استطاع الباي محمد بوشلاغم أن يحرر مدينة وهران في عام 1708. لكن الإسبان عاودوا احتلال المدينة في عام 1732. من عام 1732 إلى غاية عام 1792 ظل الإسبان أو ظلت القوات الإسبانية قابعة في هذه المدينة، وبالتالي كان لزاما أن تظهر شخصية أخرى، وهي شخصية محمد بن عثمان الكبير أو الباي محمد بن عثمان الكبير. هذا الباي محمد بن عثمان الكبير الذي يعني كما يقول ابن خلدون إن التاريخ لا يعيد نفسه وإنما الأحداث تتشابه، ف يعني تشابهت الأحداث أو الظروف التي أحاطت بتحرير مدينة وهران بتلك الظروف التي أحاطت بتحرير مدينة وهران الأول. فقد جهز الباي محمد بن عثمان الكبير جيشا اطلقوا عليه الجيش المحمدي، الذي كان يعني يتشكل أساسا من الصلحاء ومن رجال الدين ومن العلماء ومن طلبة القرآن الذين جاءوا بهم من عدة مناطق من التراب الوطني، من مازونة ومعسكر وتنمسان ومستغانم وحتى وهران. وبالتالي هذه الرباطات كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن مجالس للذكر من جهة، من جهة أخرى كانت عبارة عن معسكرات كان يتدرب فيها العالم وطالب القرآن السباحة والرماية وركوب الخيل. ويذكر لنا يعني تذكر لنا المصادر مثلا يعني احمد بن سحنون الراشدي في كتابه الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني يذكر بان الباي محمد بن عثمان الكبير استطاع بفضل الرباطات، خاصه رباط ايفري ورباط يعني سيدي محمد ورباط راس العين، هذه الرباطات يعني استطاعت ان يعني تضعف من الحاميه العسكريه، خاصه وانه ذكر احمد بن سحنون الراشدي بأن مدينة وهران تعرضت قبل التحرير، يعني قبل عام 1792، يعني في عام 1790 تعرضت مدينة وهران لزلزال عنيف. هذا الزلزال أضر بالأسوار والحامية العسكرية الإسبانية، وبالتالي أصبحت يعني الحامي يعني الحصون الإسبانية أصبحت يعني مفتوحة. وبالتالي هنا هذا ساعد الباي محمد الكبير. لماذا؟ لأن الرمزية تكمن في أن طلبة القرآن كانوا دائما في كل ليلة وفي كل وقت يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحرر مدينتهم. حتى أن كتب التاريخ مثلا عندنا مثلا
محمد بن يوسف الزياني صاحب كتاب دليل الحيران وأنيس السهران يذكر بأن طلبة القرآن يعني من خلال مسيرتهم التي قادتهم من معسكر يعني من القرط حتى مدينة وهران حتى آخر محطة وهي الكرمة كانوا يعني في طريقهم يردون بردة. شو هي البردة؟ بردة يعني بردة البصيري يعني مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعني بردة النبي صلى الله عليه وسلم بردة يعني نسبة إلى البردة التي كان يعني يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني كان يتبرك بها المسلمون وخاصة أنه إلى يومنا هذا يعني أصبحت يعني تقليد راسخ أن مثلا في بعض المدن الجزائرية خاصة هنا في الغرب عندما يعني يمشوا بالجنازة يعني يردلون البردة بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يردلون القرآن الكريم يعني يكررون القرآن الكريم كانوا يحملون المصاحف وهذا يعني دلالة على أن هؤلاء كانوا يتبركون وكانوا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحرر مدينتهم وبالتالي كل هذه الاستراتيجية العسكرية التي أقامها البي محمد بن عثمان الكبير أضرت بالقوة العسكرية وبالحامية العسكرية الإسبانية وهذا سر نجاح هذه الرباطات التي أقامها البي محمد بن عثمان الكبير ونعطيك دليل أستاذ عبد الإله نعم أول شهيد من طلبة القرآن هو بوجلال المشرفي نظرا يعني يعني هذا بوجلال المشرفي يعني استشهد عندما يعني كان في صدد يعني تحرير مدينة وهران عندما استشهد الإسبان قاموا بتغسيله وتحنيطه وسلموه للباي محمد بن عثمان الكبير الذي قام بنقله إلى مدينة الكرت وهو دفين مدينة الكرت وهناك عدد كبير من العلماء الأجلاء يعني سيدي محمد مثلا عندنا سيدي محمد مثلا يعني كذلك يعني هو دفين المكان الموجود فيه الآن المكان الموجود فيه الآن يعني قرب واجهة البحر وعدد كبير من العلماء أحصتهم لنا الكتابات التاريخية أحمد بن سحنون الراجدي كان من ضمن الجيش الذي اعتمد عليه الباي محمد بن عثمان الكبير إذن رمزية هذه الحادثة التاريخية أو هذا الحدث التاريخي الكبير الذي نفاخر به الأمم باعتبار أنه يعني حدث لم يعني تجاوز حدود الوطن أن الباي محمد بن عثمان الكبير حتى يضفي نوع من الوطنية أو الوطن أنه استعان بعدة مناطق يعني مثلا نعطيك مثال مثلا أستاذ لو سمحت طبيعة الحال أنه نعم استعان بمنطقة القبائل قبيلة زواوة من أجل تمويل تزويده بالبارود استعان بساكنة في جيج يعني في الصحراء الجزائرية قرب بشار من أجل تزويده بحفرة الألغام يعني الذين يحفرون الألغام وبالتالي يعني حتى لا يصبح تحرير مدينة وهران محصورا في ساكنة وهران أو الغرب الجزائري أو القطاع الوهران كما كان يسمى يعني كل أطياف المجتمع الجزائري أو الجزائريين كلهم شاركوا بطرق مباشرة أو غير مباشرة في تحرير مدينة وهران وهذا سر نجاح التحرير النهائي لمدينة وهران كذلك رمزية أن الباي محمد بن عثمان الكبير أرغم الشهر العاشر على الاستسلام في 27 فبراير وتذكر مصادر التاريخ نأخذ على سبيل المثال بن زرفة الدحاوي في كتابه الرحلة القمرية لأن الرحالة هؤلاء كانوا رحالة يعني أبو راس الناصري كانت له رحلة وبن زرفة الدحاوي كانت له رحلة يعني من بين الرحالات أن أبو راس الناصري مثلا له كتاب عجائب الأصفار ولا أطائف الأخبار في كتابه هذا يوثق أنه يعني فكرة أو تحرير مدينة وهران كذلك الرحلة القمرية لبن زرفة الدحاوي يذكر لنا بأن الباي محمد بن عثمان الكبير استلم مفتاحين من مفاتيح مدينة وهران وكان مفتاحان ذهبيان وبدوره سلمهما لداي الجزائر وداي الجزائر سلمهما للسلطان سليمان بن مصطفى سلطان السلطنة العثمانية وبذلك يعني يتوج تحرير مدينة وهران ورمزيته أنه كانت آخر ثغر من ثغور الإسلام الذي تحرر بفضل العلماء وبفضل طلبة القرآن الذين استشهدوا والذين كانوا جيشا مرابطا ومدافعا ومؤازرا للقوة العسكرية أو الحامية العسكرية العثمانية. بارك الله فيك الأستاذ بن جبور على هذه المعلومات القيمة جدا
واللي نادرا ما نلقوها، نادرا ما نلقوها حتى عند الابحاث والدراسات. شكرا. نادرا. مشكور مره ثانيه على هذا المعلومات. عندي سؤال اخر استاذ بن جبور، كاين تاريخ واحد اخر ولكن غير بيناتهم يوم، يعني تكلمنا على 27 فبراير الان نتكلموا على 28 فبراير ولكن سنه مغايره، وراك عرفتني الحدث اللي باغي نتكلم عليه، حادثه او تفجيرات منطقه او حي مدينه جديده الطحطحه. نعم. اذا امكن يعني تعطينا نظرتك انت كباحث، ويعني تخدم يعني درت ملتقيات ودرت مشاريع يعني، والكل يشهد لك بذلك ومشكور. شكرا. على سعيك تعطينا يعني معلومات حول هذا الحادثه. نعم الاستاذ، يعني هذه عندما نتحدث عنها يعني نتألم كثيرا. لماذا؟ لانها هي وجه من اوجه الاستعمار الفرنسي او الاستثمار الفرنسي كما سماه مولود قاسم نايت بالقاسم، هذه واحده. الثانيه اننا عندما نستحضر الذاكره الوطنيه نجد بان تفجيرات الطحطحه كانت انموذجا للارهاب او لهمجيه الاستعمار الفرنسي او الاستثمار الفرنسي. لماذا همجيه الاستثمار الفرنسي؟ لانه يعني جاءت بعد المصادقة على وقف إطلاق النار، هذه واحدة، يعني 19 مارس 1962 يعني جاءت قبيلة، لا جاءت يعني قبل يعني، لأنه كانت مفاوضات في خضم، عفوا. لكن الشيء الذي نركز عليه أنه يعني عندما أدرك المعمرون بأن فرنسا أو الحكومة الفرنسية والإدارة الاستعمارية الفرنسية ستتخلى عنهم، يعني تخيلوا بأنها يعني ستتخلى عنهم. لماذا؟ لأنها اعترفت بأن الجزائريين لهم حق في تقرير المواطنين، وهذا على لسان حال الصحف الفرنسية من جهة، ومن جهة أخرى على تصريحات الجنرال ديغول. هنا أدرك أكثر من أي وقت مضى المعمرون بأن فرنسا تتخلى عنهم، بالتالي يعني قاموا بعدة مناورات سياسية من بينها يعني بدأوها بمحاولة الانقلاب العسكري الذي قاموا به في عام 1958 في 15 مايو مثلا، يعني وقد وضع الجنرال ديغول حدا لهذا الانقلاب العسكري. ثم إنشاء منظمة الجيش السري الإرهابية التي كان ينظر لها ويرأسها المتطرف جون كلود بيريز. جون كلود بيريز هذا كان طبيبا وهو الذي كان ينظر لهذه العمليات العسكرية، وقد قامت هذه المنظمة السرية التي كان ينظر لها ويرأسها جون كلود بيريز بعدة عمليات عسكرية إرهابية. نأخذ على سبيل المثال تفجيرات الطحطحة، يعني حتى نبين بأن هذه الجريمة كانت جريمة مع سبق الإصرار والترصد. لماذا؟ لأنه اختير يوم الثلاثاء، وهذا اليوم كان يوما مخصصا لسوق أسبوعية في المدينة الجديدة، نهار تاع السوق كما نقول. نعم. ثاني شيء أن الوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. ثالث شيء في شهر رمضان، وبالتالي كانوا يدركون بأن الجزائريين سيعني يجتمعون كثيرا ويقبلون على السوق، على السوق يعني، وهذا يعني إلى يومنا هذا يعني في شهر رمضان من يعني قبل المغرب، يعني الناس تتجمع في هذا ذلك المكان يعني من أجل اقتناء ما يحتاجونه. وثالث شيء اجماع يعني ان 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 الساكنه يعني كانوا على مقربه يوم العيد يعني تقريبا كانت تبقى يعني 7 أيام او 8 أيام من عيد الفطر، وبالتالي يعني يكون اكثر من الايام الاخرى. فيعني وضعت سياره، هي اول سياره مفخخه في تاريخ الثوره الجزائريه، يعني وضعت سياره مفخخه في المكان الموجود الان فيه الاضواء الأضواء يعني نعم، وضعت قنبلة مفخخة في سيارة دوفين. الوالد يعني من خلال روايته الشفوية يذكر بأنه يعني كان الوالد كان بائع للراديويات يعني في الطريق. الوالد كان نعم والدي كان بعيدا نوعا ما، يعني شاهد هول هذه التفجيرات من جهة، وشاهد كذلك أشلاء الشهداء الذين ماتوا جراء ذلك التفجير. يذكر بأنه يعني حوالي يعني حسب الإدارة الاستعمارية
ذكرت بانه يعني 24 قتيل، هما يقولوا 24 قتيل، لكن المصادر تذكر بانه اكثر من 200 شهيد مات او ذهب ضحيه هذه التفجيرات، بالاضافه الى اكثر من 140 جريح. هذه تبقى يعني وصمه عار في في يعني في تاريخ فرنسا مع الجزائر. لماذا؟ لان هذه التفجيرات تلتها عده جرائم اخرى قامت بها الاداره الاستعماريه، وخاصه في مدينه وهران، يعني بما اننا نتحدث عن مدينه وهران. نعم، لانه بعد ذلك يعني يعني قامت هذه المنظمه بتفجير انابيب البنزين التي كانت موجوده في ميناء وهران، وهذه يعني كانت يعني لها يعني هول كبير وفزع خاصه لدى ساكنه مدينه وهران. المهم ان هذه الجرائم هي يعني توثق لنا جرائم حرب قامت بها فرنسا او اقدمت عليها فرنسا، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم باعتبار انها جرائم صنفت ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا بد من محاكمه كل من تسبب في هذه الجرائم. شكرا استاذ دكتور بن جبور. نعم، سوف نخلي لك كلمه اخيره. ان كلمه نعم كلمه الاخيره الاستاذ يزيد فضلك استاذ عبد الاله، هي انه من خلال الخرجه الميدانيه والتاريخيه التي يعني قمنا بها يوم الاحد 27 فبراير، والتي يعني قادتنا الى مناطق الذاكره، خاصه المناطق التي جسدت وارخت لتحرير وهران النهائي من قبضة الإسبان 27 فبراير. يعني كانت لنا الفرصة وكان لنا الشرف أننا يعني لم نضع الدراسة التاريخية والأنشطة التي تؤصل للتاريخ الجزائر حكرا على أهل الاختصاص، فقد شاركتنا مختلف أطياف الوطن يعني الوطن الحبيب، يعني شاركتنا المدرسة العليا للإدارة العسكرية، شاركتنا جامعة التكوين المتواصل، شاركتنا مديرية الشباب والرياضة، وبالتالي يعني كانت يعني وقفة جزائرية بمعنى الكلمة. من خلالها استوقفتنا محطات تاريخية، أهمها بطبيعة الحال مقبرة الطلبة الموجودة في السينية، والتي يعني للأسف الشديد أنه يعني صراحة يعني تحتاج إلى من يعيد الاعتبار لـ200 شهيد طالب عالم مدفون في تلك في ذلك المكان مع الطريق الذي مؤدي إلى مسرقين. وبالتالي يعني نناشد يعني من هذا المنبر نناشد السلطات على يعني من أجل ماذا؟ من أجل إعادة الاعتبار لهذه المقبرة، هذه واحدة، لأنهم استشهدوا من أجل ماذا؟ من أجل تحرير ثغر من ثغور الإسلام. نناشد السلطات كذلك أن تقوم يعني بترميم الآثار العثمانية، خاصة تلك التي توثق وتؤرخ لفترة ذهبية إن صح التعبير عاشتها المدينة، واللي راها في حالة مزرية. نعم، هي اللي راهي في حالة مزرية بطبيعة الحال. كذلك نناشد السلطات من أجل ترسيم تاريخ 27 فبراير تاريخا وطنيا، تاريخ تحرير مدينة وهران 27 فبراير تاريخا وطنيا. وآخر يعني ما نناشده هو وضع بيبلوغرافيا تاريخية لكل المصادر التي تناولت تحرير مدينة وهران. وشكرا عبد الإله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك الأستاذ الدكتور بن جبور محمد على قبولك دعوتنا وعلى هذه المعلومات القيمة. عفو. واللي يعني صراحة أنا نصف المعلومات ما كانوش عندي. عفو. وبالتالي يعني يقول لك نورتنا ونورت عقولنا، وإن شاء الله تكون نورت يعني عقول متابعينا عبر قناة أوزون سيغ لاشين أوزون ومتابعين يعني حصة ضيفنا. شنو نقول لك الأستاذ جبور، مرحبا بك مرة أخرى في أي وقت، وشكرا جزيلا على حضورك. نتلاقوا الأسبوع المقبل، إلى ذاك الحين السلام عليكم.